سلطانة، هاليوم مهم كتير، حاولي تنبسطي، كل شي رح يتصلح إن شاء الله. واضح إنه الأمور كل مانا عم تسوء. الحزن، الحظ السيء، طول ما أنا عايشة حيضل مرافقني يا هويا. ربي يتمم لكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك يا بنتي، والله يوفقكم ويسعدكم بحياتكم. سلطانة، شو جابك سنبول؟ ما بدي شي. سلطانة ممكن تسمعيني؟ عندي خبر مهم لحضرتك. إبراهيم باشا قبل شوي شرف على القصر لهون. انت شفته بعينك؟ شفته بعيوني اللي رح ياكلون الدود. نشكر الله. قلت لك بده يرجع يا سلطانة، هو ما بيقدر يقعد بلاكي. لوين رايحة خديجة؟ بترجاكي امي، بدي اطمن على زوجي، الي زمان ما شفته. روحي. مولاتي سلطانه. قلبك شو بكي؟ خلص بيني لهم انك مبسوطه. خلي ابتسامتك على وشك بلا ما يحسوا بشي. ما بعرف كيف بدي اتحمل هالوضع. خليكي قوية، سمعتي؟ لسه في وقت لحتى تتجوزوا، ولا تفقدي الأمل ببكرة، وثقي فيني وما رح تندمي. دستور السلطان سليمان المعظم. أيبكي، إن شاء الله ألف مبروك، وبتمنى تقضوا حياة سعيدة مع بعض. خديجة، مبسوطة كتير لأنه شفت وشك عم يضحك. شكرا سلطانة. ما زوجي رجع اليوم. نشكر الله على سلامته للباشا. كيف صحته هلأ؟ إن شاء الله منيحة. ايه كتير منيح. الله يطول بعمره ويخلي فوق راسك للباشا.
وإن شاء الله هي آخر مرة بتبعدوا فيها عن بعض. آمين. مولاتي السلطانة، مولاي السلطان سليمان بده يشوفك هلا. وهلأ صار فيني قلك إن شاء الله ألف مبروك. شكراً كتير. سلطانة، بشكر الله أنه شفت هاليوم قبل ما موت. إن شاء الله ألف مبروك يا أمي. مصطفى، ولي عهد الدولة العثمانية، مبروك يا روحي. شكراً عمتي. أنا بشكرك كتير على اللي عملته مشاني. بعرف إنه إبراهيم باشا رجع بفضل جهودك. أنا مبسوط لهالشي، وبجيته هي عبر عن حبه الكبير لألي. تأخرتي كتير سلطانة، لو طولتي علي شوي كنتي لقيتيني رايحة. ما بدي إياكي تروحي اليوم، بدك تنامي عندي. اليوم مو مناسبة. شو نسيتي إنه إجا إبراهيم باشا؟ يعني مو معقولة أتركه لحاله يقعد بالقصر. إبراهيم أصلاً ما رح يرجع البيت، في أمور رح يتناقش فيها مع السلطان تتعلق بأعمال الدولة ورح يتأخروا كتير. خليكي هون. ما بقدر خديجة، هالموضوع تعبك كتير، وصار لك من هداك الوقت ما نمتي منيح. فاليوم ارتاحي وبكرة بتشوفي. سلطانة، شايفتك مو مبسوطة، صاير شي مو منيح؟ الخطبة كتير تعبتني ولازمني شوية راحة. خلاص بكفي، فيكن تروحوا. يلا ناهي الدوران. سلطانة، في موضوع مهم بدي اقول لك اياه. سمعت شغلات امبارح ما بتتصدق ابدا. مو بسهولة عرفت هالشي، بس كان الوقت متاخر كتير، فقلت يعني باجله لليوم الصبح. خلصني احكي وبلا حكي فاضي، اللي شو الموضوع؟ ابراهيم باشا كان بده يروح امبارح على قصره بعد الخطبة، لكن مولاي السلطان ما خلاه. معقولة؟ وبعدين شو صار؟ وينه هلا ابراهيم باشا؟ هلأ عم يقولوا يعني جلالة السلطان حطه بالسجن. أخيراً إبراهيم باشا رح ياخد جزاؤه. السلطانة خديجة إلها خبر؟ لا ما بظن بنوب، لأنه مبارح نامت هون، والصبح راحت هي والسلطانة الأم على القصر. واضح إنه مو حابة تشوف تنفيذ الحكم. صحيح الحكي. الله يعطيها الصبر. لازم نوقف جنبها، قلن خليهم يجهزوا لي العرباية. أمرك يا سلطانة. سلطانة، شوفي هيام، ليش اجيتي؟ وقت عرفت الموضوع حبيت اجي وقف جنبك. موضوع شو؟ يا الله، فكرت انه خبروكي. هيام اسكتي. شو اللي انا ما بعرفه؟
عم قولي شو عندك؟ الباشا كان بده يروح بعد خطبة مصطفى على قصر كيكلي، وقت عرف مولاي بهالشي. أمر إنه يحبسوه. أخي معقول يقتله؟ بنتي اهدي شوي، لازم تكوني قوية. هو حبسه بس. أنتوا عم تكذبوا علي. بيكون قطع له رأسه. كلكن خبيتوا عني هالشي، كلكن شاركتوا مولاي بجريمته. أصلاً أنتوا أصلاً جبتوني على القصر، هلأ عم تعملوا معي مثل ما عملتوا مع أختي بيان، عم ترسموا لي نفس المصير. أمي معقول تقدروا تحملوا هيك خطيئة كبيرة؟ جاوبيني، ليش ساكتة؟ بنتي انتي اكتر واحدة بتهمني. امي مترجاكي، بوس ايدك، تصرفي، لا تخليهم يقتلوه، رجعولي ابراهيم. كيف بدي اعيش بلا؟ كيف الاولاد بدهم يربوا بلا اب؟ الله يوفقك، خلصي، لا تخليهم يقتلوه. مبسوطة بهالتصرف يا هيام؟ بدك خديجة تروح من إيدينا؟ هاد لأنكن ما قلتوا لي إنكن جايين لهون. أنا لساتني غريبة بنظركن. بدي روح شوفه. أرجوكي روحتك لهنيك ما رح تفيده يا سلطانة. أنا كتير حابة روح شوفه، خلوني شوف وشه لآخر مرة، خلوني ألمسه. وقفي خديجة، اهدي يا بنتي. ما حدا فيكن إلو علاقة فيه. طولي بالك، بعدوا عني. سلطانة صدقي سلطانة، أنا هون معك. قالوا لي إنه مولاي حطك بالسجن ورح ينفذوا الحكم فيك. سلطانة لا تصدقي كل شي بتسمعي، ليكني أنا قدامك. في سوء تفاهم بسيط بيني وبين السلطان وحليته، وهلأ رجعت على القصر مثل الأول. نشكر الله.
مريم؟ أمي؟ بكرة أنا وبالي بيك بدنا نطلع على الحديقة الخاصة، طبعاً إذا حضرتك بتسمحينا بهالشي. إذا بالي بيك عنده وقت لهالشي أنا طبعاً موافقة. أي طبعاً، معقول ما يكون عندي وقت لرافق السلطانة؟ وأنا شو دخلني بالجارية؟ تصطفل مننا السلطانة. مريم، بل هالحكي هاد، مو أنت كنتي ورا كل هالشي؟ بديك تروحي تقولي كل شي لأمي، وهديك الجارية لازم ترجع لهون. ما رح أحكي محمد. بروح أنا بحكي لها. محمد وقف، أنت شو رح تساوي؟ يلا تأخر الوقت، يلا صار لازم تناموا. أمي، شوفي في شغلة أنا بدي إلك إياها. تتذكري الجارية اللي كسرت لك هداك التاج؟ الله يوفقك سامحية، هي ما دخلها. مو ممكن، هي البنت غلطت ولازم إنها تتعاقب. وبلكي كانت مظلومة. أمي هالشي مو غلطة. كيف؟ مين ساوى هالشي؟ اللي كسره محمد كسره. محمد؟ الله يوفقك، لا تقولي لأنه قلتلك. محمد خاف واتكسره، وبس شفته هيك رحت اتهمت الجارية لأحمي. والله ساويت هيك بس مشان ما تعاقبه. مو مشكلة، لا تبكي، أنا ما بزعل منك. برافو عليكي، احمي إخواتك على طول. أسماء. مري سلطانة. روحي دوري على يلي كسرت تاجي هداك اليوم. قصدك نزلي خانم؟ أي مزبوط، وقولي لها سامحتها، فيها ترجع على وظيفتها. تحت أمرك سلطانة. فاطمة، أصحك تفكري إنه شغلي خلص معك. إذا كنت تاركتك هون فمشان شغلة واحدة بس، الموت. بدك تعيشي كل يوم وأنتي متوقعة بكل لحظة تموتي. سلطانة هيام، روحي من وشي. إذا فيكي عقل لا تورجيني وشك، وإلا بتندمي. سلطانة. حضرة إبراهيم باشا، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أنا منيح، وإنتي سلطانة؟ اليوم مو مبسوطة. منيح يلي رجعت، سليمان قال عفا عنك. مولاي السلطان سليمان غمرني بلطفه معي. شو في بيناتكن يا ترى؟ أنا مو فهمانة شو يلي عم يخليه يتمسك فيك لهالدرجة. شو الموضوع بالضبط؟ الموضوع عند مولاي، روحي اسألي له. ما فيك تجاوبني؟ أنا بتوقع مثل ما عم يقدر يتخلى عنك سلطانة، مو قادر يتخلى عني ابنه. كثير عم ازعل وقت يلي عم شوفك هيك. يمكن هذا هو نصيبي. عيبكي خليكي قوية، إذا أنت ضعفتي أنا كيف فيني ساعدك؟ سلطانة سكري على الموضوع خلص.
أنا هلأ بنت مخطوبة. أمي؟ مريم بنتي، شو هالجمال كله؟ عندي مشوار. لوين؟ على الحديقة الخاصة. مو أنت مبارح حطيتيني الإذن؟ آه أي بيكي، أنت كمان روحي معها على الحديقة. يلا قومي بتغيري جو. ماشي سلطانة، إذا مو جاي عبالك خليكي. يعني أنا شايفتك اليوم مو رايقة. لا أنا منيحة، رح أجي.